حمام. منيح افوت؟ طيب. لا اله الا الله. مرحبا مرت عمي. علي فرحان، كيفك؟ ان شاء الله اليوم احسن. تعبانه يا صغري. شو جبت التحاليل؟ ايه جبتهم، نتيجه ايجابيه والحمد لله. لا تتعبي حالك مرت عمي، خليك مسطحه مشان الجرح. مريت لعند ابو وصفي مثل ما قلت له. يا مرت عمي، هلا مين فاضي لتاجير البيت؟ بعدين الدكاتره قالوا ما تعرضي لازعاجات. لكن امي يلا لساتك عم تفكري بتاجير البيت وهي القصص. لك بنتي، ليش بدكم يعني سكر هالباب اللي انفتح لي؟ تمام. وينو احمد؟ خير؟ في شي؟ عاوزه بكلمتين. جوا نايم. ليش في شي؟ شدي حيلك مرت عمي، شدي حيلك. تيسير، ليش معذبة حالك؟ ما كان في إلى لزوم. إيه ما في شي من واجبك أم أحمد. إن شاء الله عليك ألف عافية يا حق. لا أنا ما كنت دريانة لولا أحمد الله يسلمه ما قال لتيسير. خوش أنا سمعت إنه أجت سيارة الإسعاف على الحارة، بس ما لي عرفانة إنه مشاني. شوفي أم أحمد لا تاكلي هم، هدول الدكاترة بيأسوا وما حدا بيعلم بالغيب غير الله سبحانه وتعالى. بيروح لعندهم الواحد مشان شغلة صغيرة بيلاقوله ألف مرض مشان يسحبوا منه مصاري. ما فهمت عليك إمتى يصير. شوفي أم أحمد، ما حدا بيعلم بالخلق إلا اللي خلق الخلق. لا تيأسي من رحمة الله. تفضلي خالي. إن شاء الله بيسلموا هالإيدين، إن شاء الله إلهي بشربها بفرحتك وبشفاء ماما. الله يحفظك إلهي. ما بدي ماما أنا، قدراني. خليهم. سمورة؟ نعم خالتي. شلونه فرحان؟ منيح. امتى رح تتجوزوا خالتي؟ لنلاقي بيت. سمار. اه. خدي تقبريني مفتاح خزانتي، حطي فيه المجمع ورجعي لي المفتاح، فهمتي؟ طيب حاضر. ما ترجعي. لا برجع امي. ان شاء الله الهي يا ام احمد بتعيشي وبتشوفي اولاد اولادها. بنرجع لحديثنا ستي. مثل ما قلت لك لا تاخدي على كلام الدكاترة. بتعرفي سيفي ابو سمير؟ لك ابو سمير ما غيره. قالوا له من 3 سنين انه ما بيعيش غير شهر. ولك لحد اليوم عايش وخزيت العين حوله. بس يا ام احمد يعني انت ما بتخسري شيء. جوزي هالبنت. لك اختي الدنيا فيها موت وحياة. وما حدا بيعرف امتى رح تجي ساعته.